حنا تنحملوا المسؤوليه البنزرتي 100%، وثاني واحد تنحملوا المسؤوليه هو ذاك اللاعب الكعبي اللي جاو شي بعض الفرص اللي هما ساهلين ما تحكمش فيهم 100% كيف كنقولوا. وعلاش تنحملوا المسؤوليه البنزرتي اللي هما لاعبين في المستوى مساكن ما عرفناهمش حنا شنو دايرين، شنو المشكل ديال دوك اللعابه، علاش ما يلعبوش، منهم المدان، منهم كركاش، منهم بزاف ديال اللاعبين ما يلعبوش. بغينا نعرفوا فين كاين الخلل ديال هاد اللعابه. كيف الماتش اللي شفناه هنا ماتش عادي، فرقه ما عندهاش اصلا وجات لهنا دارت كونتر اتاك واحد ماركات البيت مشات لتما زيرون. صراحه يستحقوا ذاك الربح حيت الوداد ما كانتش فرقه ما لعباش على التوني، فهمتي ديك لا غرينطا ما كايناش ديال الفريق. والمسؤوليه كامله تنحملوها الرئيس الناصري وتنحملوها البنزرتي. الناصري رئيس الفريق ضروري ما غيتدخل حيت حنا معروفين بمول الشكاره، فهمتي اللي عنده الشكاره هو اللي شيدو. المدرب علاش تنحملوا المسؤوليه حيت هو المدرب، عندك نتايا واحد الفرقه الشاه هنايا بهذيك كونتر اتاك ديالها ما عطاتكش 4-4-2 غتمشي جيت تما لعبتي بنفس اللعب، فهمتي البلان. علاش حنايا هنايا فريق عندنا في هذيك المستوى ديال الوداد تيلعب بهذاك اللعب، وفرصه وحده جاو فرص الكعبي بعد هذاك الكعبي اش نقول لك اخويا. الكعبي خرج علينا هو اللي تنحملو حتى هو المسؤوليه اللي جاو ماشي بيوتشر بيزار بيت سال باش ماركي ما ماركا ما والو. تتشوف المدرب اللي هو في سكومه اللي هو مخليه مسكين في الاحتياطات ما دخلتي حتى الدوزيام ميطا، خرجتي الحسوني اللي يدير بون ماتش ودخلتي لينا مترجي. بالنسبه لي انا مترجي ماشي يلعب، واخا يكون ود الفرقه على داكشي اللي دار ما تدخلوش، كاينين لعاب اخرين اللي يستاهلوا يدخلوا. وهذا هو الراي ديالي، تنحمل المسؤوليه الناصري 100% اللي هو رئيس الفريق، وتنحمل المسؤوليه البنزرتي. واقصاء ديال الوداد انا ما تنعتبروش، انا واخا رجاوي ما كنعتبرش انا اقصاء ديال الوداد كفريق وداد البيضاوي، انا كنعتبر اقصاء ديال الوداد راه خساره المغرب كامل. لان اللي كيبغي الرجاء اللي كيبغي الرجاء فعلا كيبغي فريق الرجاء البيضاوي، ولكن ملي كيكون لا الرجاء لا الوداد لا اسفي لا طنجة لا بركان كيلعبوا على الواجهه الافريقيه، فهادو راه تيمثلوا المغرب، راه تيمثلوا المغاربه، ماشي تيمثلوا فريق الرجاء البيضاوي. حنا تنتاسفوا كرجاويين، حنا كنتاسفوا كذلك الخساره ديال فريق الوداد البيضاوي باش ما تمشيش لهذا النهائي هذا. ولكن كنقولوا لهم هارد لاك، وتنقولوا على ان فريق الوداد البيضاوي فريق كبير وفريق عريق بالجمهور ديالو بالمكونات ديالو باللاعبين ديالو بالتاريخ ديالو، وان فريق الوداد ديالو ماشي غراب عليه الالقاب. فريق الوداد البيضاوي في السنه المقبله سوف يكون حاضرا بفريقه وبعتاده وبقوته وسوف ينافس على الالقاب، وحنا تنتمناو ليه كذلك وخرجاويين، لان هذا فريقنا وفريق ديال الدار البيضاء وفريق مغربي وعنده تاريخ، وحنا تنعترفوا بهذا الشيء لانه خصنا ندعموا هذا الفريق. واخا حنا رجاويين خصنا ندعموه، لان كتجي مراحل ترى فريق الوداد والمكونات ديالو تما راه كيدعموا الرجاء، وهذه هي الروح الرياضيه اللي بالمناسبه تنحاول وتنقول على ان الروح الرياضيه هي اللي يجب ان تسود داخل المغرب، ونتفاداو هذوك الحساسيات ما بين الفرق. وهذا حنا فرق وطنيه، الاساس والاهم هو الروح الرياضيه. اولا شكرا على السؤال اللي طرحتيه لي، والسلام عليكم. بروح رياضيه وبيضاوي والدار بيضاء وزياده وخلوق لعبنا الكره. هاد الهزيمه ديال الوداد هاد القصيطه غنبقاو نعاودوها اليوم وغدا اليوم وغدا، الى درنا عمليه حسابيه لفريق الوداد بكل احترام لقدماء اللاعبين ولا مسيري فريق الوداد، حاج بن جنون، مكوار، سنتيسي، بوبكر شطين الله يطول عمره. حنا ضد درب السلطان فينا الرجاء وفينا الوداد، كنا كنغيروا على الرايه الوطنيه. انا اللي غنطرح السؤال للوداد، فيهم شي ودادين لا علاقه بالوداد، هذاك الخينا يقول خسرت الوداد ماتش الدومي فين صافي نجرو على المدرب. واش نتوما بغيتوش تعيقوا؟ وسنين 11 عام الناس جاو داو بطولات وانتوما باقي حاقرين على المدرب. المدرب ما عليك الا خطه والتدريب ديالو، باقيه في الرجل ديال اللعاب. اللعاب اش عنده؟ محشوم 11 لعاب اصاحبي وفيهم 20 لاعبين دوليه ديال رساله وفريق الوداد البيضاوي. ما عمركم ما باقي تقولوا راه غادي نربحوهم، يعني بحال كسبتيهم حقرتيهم. اما الوداديين القدام ايام 13 والخلفي الله يرحمهم كنا كنريحوا حنا صغار كنتصنتوا. كيقول ايه انا متفق معك، كيجي فريق ضعيف وتشد معك العضه، راه هو فريق كره ما فيهاش حقرني، اش عندك في رجلك؟ هذو الوداد
الفساديين، ماشي كنطيح منكم، بعض شي اشخاص اللي كيستغلوا فرص اللي حاضين المدرب وطبقه حاضيه في الوداد كيحيحوا على المدرب كيقول علاش ما دخلتيش فلان وبني خسرنا وكان يدخل فلان وفلان. شي داك السينتا ديال القصيطه ما عندنا ما نديروا فيها. انا كنهضر معك كصيفتي لاعب كره القدم، لعبت مشيت للمينيمات وقضي شنا استفدنا تصنتنا. الله يجزيكم والوداد بروح رياضيه، ما باقيش عينكم على المدرب. خطا كاين ديال المدرب ما دخلش، واحترامات السي سعيد الناصري راه مبار الى ملي قلت لك رجع ما باقيش تجيب التوانسه. انا كنقول شتي الوداد والرجاء بكل احترام كيلعقل مع النصراني ومباصات راه كاينين على الجد، راه هو خدام وربعه في التريبيل بركه كتشير عليه ما لونطري ما خلاص. خويا بالنسبه لي انا كمتفرج بقى في الحال ما تفرجتش الماتش، ربما شتا سولت قال لي راه نهزمو. هذه وحده. الواحد جوج لعابه في الوداد كبار لعبوا في الفريق الوطني سولهم اصدقاء صحفيين قال لي المقابله ديال غدا في الوداد مركب محمد خامس قال لي ان شاء الله الوداد رابحين، قال لي رابحين، قال لي خذها مني يقينا وانت لاعب دولي بلا ما نجبد الاسم ديالك، انت كتقول لهذيك الفرقه غتربحهم درتيهم في كرشك. اما هذه ديال نهار السبت لاعب فريق الوداد بلا ما نجبد راه اسم ثاني هذا ومعروف، لا بغيتي نعلي عليكم راه كنشد الجنيور راه حيدو شد الفريق الوطني الشبان لكم لاعب محبين الوداد. انت لاعب دولي وتقول لي ما انا غندخل نربحو الوداد غتجيب الكوب، شنو هاد الطريقة اللعب وليتو كنسمعو؟ خويا انا كنهضر معاك بصيفتي رياضي ما عمرك تحتقروا الانسان. انا اسمح لي كودادي غنقول لكم الصراحة، هادي جوج سؤالات غنعطيها لجميع الرياضيين في المغرب. إلا كنتو كتفرجوا جيفونتيس ولا سيمينو فاش بقات الحديثة اش قال لهم دير ليفربول؟ قال لي غندخلوا غنضربوا يوفا. اللي تفرج هذا الماتش في 84 قال لي غندخلوا ليفربول كفريق انجليزي غنضربوا الطاليان. ومن يدخلوا مع من لاعب بلاتيني بونياك وكنت كمسؤول الوداد نشد هذاك ليسونسي تقول لهم انتم لعابه سيروا في حالاتكم. راه ما كنقولها بالعربيه كوريا القدام كيقول ما عندكش الخرقه ديال الكوره والطريقه اللعب ما باغيش يبدلوها الوداد. اي ودادي كيعرفني كيعرف سميتي نتوما كودادي لا مدرب ولا مسؤول ما بغيتوش تبدلوا العقليه، هذا هو العقليه طريقه اللعب في الملعب، ما بغيتوش تنظموا اللعابه في الملعب، نتوما غير دخل تريني عطيه توني ها اللي غدير ونفر بحال ضرب وتبع، راه ماشي طريقه الكره راه تغيرات، العقليه تبدلات، انا كنضربك طريقه الوداد، ارجوكم السيد المسؤولين في الوداد غيروا العقليه الملعب، لاعبين غيروهم في الملعب، راه ما يمكنش تلعب لينا على الباسات واش حنا في الانجليز. كيقولوا كويري لعب معايا الارض ودخل معايا البوطو وتحيه بكل احترام الودادي. انا كنقولها الا بدلتوا غيرتوا العقليه في الملعب مدربو الضف ويتصنتوا ليه لعب اخويا كره الارض راه توصل البوطو. زقتي شو شغل ماركي بيت زقتي ثلاثه غادي نضربها حديده ونقلب على ضربه الجزاء. شوف بالنسبه للاقصاء ديال الوداد بالنسبه لي انا شخصيا كان مفاجاه، لأن الوداد حاليا يعتبر أحسن فريق في القارة الإفريقية. بالنسبة للبنزرتي أنا كنعتبر بأنه من أحسن المدربين في البطولة المحلية، فطريقة تعامله مع الفريق خلال بالأخص يعني في التصفيات وفي هذه المرحلة النهائية كان يعني جيد، وتقريبا أنا كنعتبره خالي من الأخطاء. فبالنسبه للمباراه الاخيره اللي لعب الفريق، الفريق فوجئ بالطريقه التي لعب بها الفريق الخصم بالاخص في مباراه الدار البيضاء، بحيث انه لعب 5-4-1 في حين انه لعب معه في المباريات السابقه بطريقه مختلفه. في الشوط الاول من المباراه التي لعبت في الدار البيضاء كانت قراءه، واظن ان اي مدرب يمكن يخطئ في القراءه، كانت قراءه غير موفقه. ولكن في الشوط الثاني طريقه تعامل المدرب مع الفريق في الشوط الثاني وفي مباراه الاياب كانت جيده. لا يمكن ان الوم مدرب،
لا يمكن ان نلوم البنزرتي لان الفريق كان يعني سيطر على المباراه بطريقه جيده وكان الفريق مستوى جيد. يعني عمليه الوصول كانت جيده للفريق، ولكن كان عدم توفيق، كان عدم توفيق للاعبين بخاصه اللاعب الكعبي الذي اهدر تقريبا 4 أو 5. لا يمكن ان نلوم احد في هذه المباراه، فكره القدم في الحقيقه يعني فيها توفيق وعدم توفيق. عادي هذا اقصاء، يعني اي فرقه واي فرقه في المغرب كتشقصها، ماشي غير الوداد، والمسؤوليه راه كنوجهوها للمدرب. يعني ما دارش شي حاجه اللي فهمشي يعني غير يقدم بها الفريق ويربح. يعني حنا كان نربحوا هنايا في دونو، حنا اقصى وحنا الكره خلينا هنايا في دونو، ماشي قلنا تقصينا لهي ولا كان نربحوا هنايا ومشيو ليه وعاوتاني نربحوا، لكن الله غالب. بزاف كاين سكومه، كاين عادي يخرج الكعبي ويدخل المشرجي، ما كاينش المشكل يدخل المشرجي، المشرجي يقدر يعطي شي حاجه زوينه. الناصيري كيبقى رئيس، يعني ما كيتدخلش في المدرب، شنو هو الرئيس هو يجيب اللعابه صافي، هادشي اللي كاين. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.